اسعد الله مساكم مشاهدينا، ويا هلا مرحبا وياكم في حلقه جديده من برنامجكم الرمضاني. اليوم زوايا، واللي يسلط الضوء على عده مواضيع وشخصيات ايضا رياضيه كانت لها بصمه واضحه في تاريخ الكويت. حلقتنا اليوم راح تكون مختلفه، لانها راح تتكلم عن صرح اساس عمله، تقديم الخدمات للي قدموا اكيد ارواحهم فداء لبلدنا الغالي. كان الهدف من إنشائه ولازال أيضا لتسهيل العراقيل اللي تواجهها العوائل اللي ضحت بأبنائها وآبائها وبناتها في سبيل حرية الشعب الكويتي. وعلى هذا الأساس اخترنا اليوم أن يكون هذا الصرح الكبير بالمهمات اللي يحملها على عاتقه عنوان موضوعنا اليوم في زوايا. أما الحين خلنا نتابع معاكم هالتقرير عشان نتعرف أكثر على طبيعة هذا الصرح وعمله، ومن ثم لنعود وياكم. مكتب الشهيد، صرح معماري تأسس بعد التحرير من براثن الغزو العراقي الغاشم، بهدف الاعتناء بأسر شهداء الكويت البررة من جميع الجوانب، فيشمل رعاية اجتماعية خاصة عبر أخصائيين اجتماعيين ونفسيين يتولى مهمة تقديم الخدمات الضرورية للأسر، فضلاً عن مساعدة أبناء الشهداء في المدرسة من خلال متخصصين بالمجال التربوي يساعدونهم على حل مشاكلهم عبر قيامهم بزيارات مدرسية تمد يد العون والاستشارة اللازمة لهم، بالإضافة إلى العديد من البرامج التدريبية للذين يعانون صعوبات دراسية. أما على المستوى الصحي فقد نجح القائمون على المكتب وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة من ضمان توفير الرعاية الصحية المطلوبة داخل الدولة أو خارجها إذا تطلب الأمر، كما تمت الاستعانة ببعض الاستشاريين للأمراض الأكثر شيوعاً بين ذوي الشهداء وتوفير الأجهزة الطبية لهم. كما لم يدخر موظفو الجهة الخاضعة للديوان الأميري جهداً في مسألة الرعاية السكنية، فقد تم التعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان لتأمين وتلبية العديد من طلبات الحصول على مسكن خاص، حيث أصبحت أولوية التخصيص لأسر الشهداء. كما حرص المكتب منذ إنشائه على مساعدة أسر الشهداء في حفظ حقوقهم لدى الغير عبر تقديم الاستشارات القانونية لمن يحتاجها من خلال أشخاص ذوي خبرة في هذا المجال. بعد ما شفنا معكم هذا التقرير الجميل والخاص بمكتب الشهيد والخدمات أيضا اللي يقدمها للأسر وأهالي شهداء الكويت البررة، اللي نسأل المولى عز وجل أن يجمعنا وياهم في جنات النعيم على سرر متقابلين. غير طبعا الكم الهائل من الموظفين بمختلف التخصصات الاجتماعية والنفسية والصحية، وما ننسى أيضا اهتمام الديوان الأميري بالرعاية السكنية وتقديم أيضا الاستشارات القانونية وغيرها الكثير من الخدمات اللي ما يسعفنا الوقت أن نذكرها ونشرحها أيضا بالتفصيل. لكن بقى أيضا مشاركة رأي الناس ويانا في هذه الخدمات اللي يقدمها مكتب الشهيد. عشان كذي طاقم عمل زوايا أجرى استطلاع خاص حول موضوع حلقة اليوم عشان نتعرف وياكم أكثر على مدى الرضا لما يقدمه مكتب الشهيد من جهود لخدمة أهالي شهداء الكويت. خلينا نشوف معاكم هذا الاستطلاع وراجعين لكم. أعرف لكن مو الكثير اللي أعرف أن شهداء الغزو، شهداء الواجب، شهداء الكوارث الطبيعية، يعني مكان تاريخي ومكان مهم جدا، يعني هذا اللي أعرفه. طبعا أكيد نحتاج التطوير، نحتاج الاهتمام فيها، نحتاج أن هذه دائما نسوي لها زيارات من المدارس، نسوي لها زيارات
لعيالنا، نثقف يعني الناس ان هذا مرتبه الشهيد مرتبه يعني بدين الاسلام انه مرتبه عاليه يعني، والكل يتمناه ان شاء الله ربي يجعلنا شهداء. والله مكتب الشهيد اللي تاسس بعد التحرير لاسر الشهداء، ويمكن ضم معاه الأسرة واللي الله كتب لهم الشهادة، انضموا إلى الكوكبة هذه ومنزلة الشهيد، وأسر الشهداء ذيلا كلهم لهم منزلة طيبة عند الله وعند الحكومة، أن الحكومة تهتم في رعاية الشهيد اللي ضحى في نفسه من أجل الوطن. فشهداء الغزو الصراحة لهم منزلة كبيرة يعني عند الشعب الكويتي وعند الحكومة، فلما يطلق على الشهيد اللي فدى نفسه من أجل البلد الصراحة له مكانة كبيرة يعني، والحكومة ما قصرت اهتمت في هذا الجانب وهذه الأسر، ويعني ما حسستهم في فقدان الشهيد، وقامت تمشي معاملاتهم وتمشي أمورهم وتهتم فيهم من كل المسائل التربوية والعملية والصحية، ودزهم العلاج بالخارج. فتشكر الحكومة على هذه البادرة الطيبة، وتشكر الحكومة انها انفردت في هذه الميزة، مو نفس الدول الثانية، هذه ميزة تعتبر لحكومتنا يعني ميزة ما هي متوفرة عند الدول الثانية. يو هني في ناس مو شهداء الغزو، لكن ناس هم شهداء من بالعمل وخذوا لقب الشهيد وانضموا إلى هذه الكوكبة، ولهم احترام وود وتقدير. لما يمرني أنا ولد الشهيد أو من أهل الشهيد يعني بالدين أن الشهيد يشفع حق 70 واحد من أهله، فإحنا لما يقول لي والله ولد الشهيد أنا الصراحة أحترمه وأعطيه مكانه وقدره. ليش؟ من مكانة الشهيد اللي هو أبوه أو عمه أو واحد من الأسرة. فأهل الشهداء لهم صراحة الاحترام من فئات المجتمع الكويتي كله، مو بس الحكومة اللي تحترمهم، لا هم إحنا نحترمهم. فإحنا يعني الحكومة اللي تهتم بشعبها وتهتم بالشرائح هذه الصراحة حكومة ناجحة، ونتمنى إنها تبادر في أنشطة وفي دعم حق أهالي الشهداء لما ضحوا من أجل البلد هذا. من بعد ما شفنا وياكم هذا الاستطلاع، نشكر أيضا فريق عمل زوايا اللي قام طبعا بأخذ آراء الناس حول موضوعنا لهذا اليوم. وبكذي الوقت خذانا طبعا وياكم وما حسينا فيه، وصلنا معاكم لنهاية حلقة اليوم. آمل إن تكون حلقتنا عند حسن ظنكم ورضاكم باللي قدمنا. راجينا من المولى عز وجل أن يحفظ وطن النهار بحفظه، ويمن علينا بنعمة، نعمة الأمن والأمان، ويحفظ أيضا الكويت الغالية قيادة وشعبا من كل شر ومكروه. وبالنهاية ما يسعنا إلا نقول لكم مشاهدينا الكرام، تقبل الله صيامكم وقيامكم، ونشوفكم باكر بإذن الله بنفس الموعد في زوايا. مع السلامة.